متابعة شخصية من السيد معالي وزير الداخلية المحترم لهذه الأصابة بالذات، بعدما نفذت أكثر من 15 عملية داخل مركز مدينة البصرة، أمر السيد المعالي بتشكيل لجنة مختصة بالتحقيق بهذه القضية بأمرة السيد قائد شرطة محافظة البصرة والعميد محمد مدير مكافحة إجرام البصرة وشعبة البلدة الأبطال. تمت متابعتهم وبكمين محكم بمراقبتهم لمدة 3 أيام، تم القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود. تم إصابة أحد المواطنين بهذا الواجب وبعدها تم القبض عليهم. الإصابة متكونة من 3 أشخاص من أعمار تتراوح بين 30 سنة و 25 سنة وحاليا بالتوقيف وفق المادة 442 من قانون العقوبات العراقي. هارب واحد، شخص واحد، واليوم إن شاء الله راح يتم القبض عليه مراقب بصورة مكثفة، راح يتم القبض عليه. هناك تعاون نعم من العشائر العراقية ومواطنين من إحدى المناطق